دجاجة مقطعة. نعم. مقطعة يعني مقطوعة من شجرة ولا؟ لا لا. مقطعة ثمان قطع. مقطعة ثمان قطع. ملعقتين صلصة طبعاً صويا صوص. 100%. ملعقة عسل، ملعقة كاتشب، ملعقتين خل، ملعقة ثوم مجفف، ملعقة زعتر، ملعقتين زيت زيتون، ملعقة بصل أخضر. أيوة يعني عليك. طيب للبطاطا طبعاً في البطاطا. للبطاطا هسا؟ للبطاطا. كيلو بطاطا مقطع، هذا بقرب للدجاجة المقطعة. أيوة مقطوعة من شجرة هاي. طيب كيلو بطاطا طبعاً كيلو بطاطا مقطع، لترين ماء لسلق البطاطا، ملعقة كربونة، ملعقتين زيت زيتون، ملعقة أعشاب، ملعقة ثوم، ملح وفلفل. جاهز انت؟ طبعا هي الدجاج مقطع ثمان قطع. شو بنعمل؟ نحكي بسم الله الرحمن الرحيم، نضيفها داخل وعاء حتى نعمل لها عملية تخليل او مارينيت نقع مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيساعد انه تخليها تستوي يعني اسرع. طبعا اكيد خل نوع من انواع الحامض. بنضيف عليها اول شيء الصويا صوص، الزعتر، بعديها نضيف عليها الخل، نضيف عليها الثوم البودرة. إذا بطل أنت وعبد الله تلعبوا وأنتوا هذول. نضيف عليها العسل. عبد الله، عبد الله حبيبي، عبد الله. عبد الله وحش. والله وحش. تعرف سمير يعني كل موظفي قناة رؤية أروع من رائع. الجميع. بكل أمانة أنا بالنسبة لي بعملي بشعر إني ببيتي. برتاح الواحد. ودائما تعطى الفرص للجميع. 100% 100%. إذا ملح، فلفل، هاي كمان. من شانك يا سمير زيت. انتبه من شانك هذا الحكي يا باي. هاي زيت. طيب كثر الله يرضى عليك. يا سلام. هون سمير لازم ننقع الدجاج احنا لمدة تقريبا اربع ساعات اقل شيء، ست ساعات كويس، ثمان ساعات ممتاز، قبل بيوم احسن واحسن. ما بخلص البرنامج. لا ما نجهزه هون. بدنا نشوي هذا الدجاج بعد عملية النقع لمدة ست ساعات على الاقل على حرارة 180 لمدة ساعة وربع. بالنسبة لوصفة البطاطا، طبعا هي الدجاج بعد الشوي، اوكي؟ اوكي. البطاطا لهالشين. بنجيب بطاطا بنقطعها يربن اقمار. دوائر. اوكي. اللي بدكم اياه. بنغلي مي، المي هاي نحط فيها ملعقة من الكربونة. اوكي. تنزل البطاطا دقيقتين سلق، بطلع بصفيها وبغسلها بمي باردة حتى اوقف الطبخ. اوكي. شو بسوي سمير؟ بنجيب جاط صغير نحط فيه البطاطا. شو بنضيف له يا سمير؟ بنضيف له فلفل اسود، بنضيف له الملح. باخر حلقه بالبرنامج بنضيف له شويه ثوم بودره. انت بتقدم ماشي؟ انا راح اتعلم شكلي. بنضيف له شويه من زيت الزيتون، واكيد ما ننسى شويه اعشاب، ممكن نضيف روزماري او اللي بدكم اياه او زعتر. ونخلط هالبطاطا كلها بنتبلها. بيكون عند الفرن مسخن على حراره 180. يعني في اضيفه مع الدجاج مع بعض، وبطبخه لمده تقريبا 45 دقيقه مع انه مع ملاحظه اني اقلبه. فبعد عمليه الطبخ يا سمير ورجينا شو بصير. بتطلع عندي هالبطاطا الهشه وبترجاك تقول لك منها حبه. والله راح اكلنا. ذوق يا سمير. شوف قديش هشة رهيبة. حتى خلينا نسمع الناس. بطاطا هشة وجاهزة. بطاطا مع الدجاج. مع الدجاج اللي احنا عملناه. إذا نسلق لمدة دقيقة مع كربونات الصوديوم أو الكربونة. روعة. بعدين بطلعه على مي باردة ببرده، ومن ثم بضيف عليه هالبوكيه جارنيه البقرة العطرية من الزيوت والملح والفلفل والثوم، ومن ثم بحمره بالفرن.